بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا بصرنا بعيوبنا وخف وطأتها عنا يا كريم، وعلينا يا كريم يا عظيم. وبالمناسبة، هل موجات اللي في ظاهرية توريزم سياحة هي بالحقيقة تشفين وتسمين لحال الأمة اللي قيل أنها تحررت، الأمة التونسية، واللي ريناها إحنا أهل القرآن وأنكرناه وامتعضنا منه، هو وقت الجنس جاي يدمر كل ما فضيلة في الجنسية في البلاد. الاقتصاد ولا مدمر بالاستهلاك على حساب الفقراء والمساكين، الناس اللي يخدموا في الوتلة من أولهم لآخرهم أغلبهم أداة في أيد الاستعمار، راضيين بك فتات مالي، هم مش عارفين اللي ياخد بحاجة بسيطة بكل، وتنهب كل مدخرات الأمة، وأنا من الشاهدين على ذلك. كان عندنا في نابل من هم يهود، عيني في عينك، وكان عجبك بيمشيوا ويدوروا أماكن معينة عينوها لهم ويمشوا يلموا كل الذوبات وكل العملة الصعبة اللي يرد بغيابها أو بحضورها. الحياة صعبة لتونس، أو شوفوا وصلت توا من مقت الله. أخي برك لكم الأمن، نحاوركم إن شاء الله يرجع برجوعكم إلى الله، واقتصادكم ينهار وينهار. وجاء بعض الحكام رشوا شوية رماد، قال لك ما تخافوش، عندنا الأموال الكافية باش نعوضوا لكم الخسارات. هذا إن شاء الله الخسارة يعوضها ربي حين بعد المسك، يكثر عطاء ربي جزاء للصابرين. أما أنتم كذابين أفاكين، ولابد الأمة تتخلص إما باتباعكم سنن الهدى، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، وإما تقعوا في مزبلة التاريخ وأنتم ملعونون من طرف رب التاريخ الحقيقي. والسلام.